ألو، السلام عليكم. اليوم بدنا نحكي عن المحتوى الجديد على منصات الإعلام الاجتماعي. نحكي عن شوية بعض الأدوات والمحتوى، تاريخ المحتوى كيف تطور، وبعدين ندخل بتويتر بالأخير. أنا اسمي خالد الأحمد، من الأردن، فلسطيني الأصل، مقيم بعمان. حاليا بشتغل في قسم الإعلام الاجتماعي بشركة زين، وكمان عندي شركة دي جي أرابس، بنقوم بتدريب الإعلام الاجتماعي وإنتاج محتوى تعليمي. أوكي، بنحكي أول شيء عن إحصائيات الإعلام الاجتماعي في العالم العربي. أحسن مصدر للمعلومات هذه اللي هي دبي سكول اوف جوفرمنت، والموقع تبعهم Arab Social Media Report .com. عدد مستخدمي الفيسبوك في العالم العربي حاليا 81 مليون بوينت 3. هاي الإحصائية تم إنتاجها في مايو 2014. هلأ، نسبة مستخدمي الفيسبوك من التعداد السكاني في كل بلد عربي، وهنا بفلسطين بنشوف إنه نسبة المتواجدين، نسبة المتواجدين على الفيسبوك في فلسطين 31.4%، وهذا بيجعل تعدادهم تقريبا 1.25 مليون. 1.25 مليون من أهلنا في فلسطين متواجدين على الفيسبوك. طيب، هلا بدنا نعرف إحنا بالنسبة للغة اللي بيستخدموها. ففلسطين يتم استخدام اللغة العربية بنسبة 85%، ويتم استخدام اللغة الإنجليزية بنسبة 25%. في هون تباين تقريبا 5% اللي هم بيستخدموا كلا اللغتين. بالنسبة للتويتر، يوجد تقريبا 5.8 ملايين مستخدم نشط في العالم العربي. الطريقة اللي بيقيسوا فيها بيقيسوا لمدة 30 يوم مجمل التغريدات اللي صادرة من كل بلد عربي، وبعدين بنسبوها للمستخدم. فتعريف المستخدم النشط على تويتر هو أي شخص ينتج تغريدة واحدة على الأقل في خلال 30 يوم. فيوجد تقريبا 5 ملايين، تقريبا صرنا almost 6 ملايين. بالسعودية في مليونين و يعني 2.4 مليون موجودين بالسعودية مستخدم نشط. فأكبر بلد عربي فيها استخدام تويتر بشكل كبير هي السعودية، تقريبا أكبر بلد بالعالم يعني. وهاي الإحصائية تمت من نفس المصدر في مارس 2014. هلا، عدد مستخدمي التويتر النشطين في فلسطين 151 ألف. حكينا كيف قسناها، لأنه قاسوا عدد التغريدات الصادرة من فلسطين من ضفة غزة، وبعدين خلال 30 يوم يعني بشهر مارس 2014، وبعدين نسبوها للمستخدمين نفسهم، ووجدوا أنه يوجد تقريبا 151 ألف نشط على التويتر في فلسطين. عدد مستخدمي لينكد إن في العالم العربي 8.5 ملايين. هلا خلينا نرجع شوية لتاريخ المحتوى وإيش اللي هو بيميز الإعلام الاجتماعي عن باقي الإعلام السابق. في الزمانات كان البراند هو ممكن يكون شركة أو جريدة أو راديو أو تلفزيون أو مؤسسة حكومية، فمن نذكرها أو نحكي عنها براند. في الزمانات كان البراند هو المصدر الوحيد المنتج للمحتوى. فمثلا اذا احنا بدنا نعرف اذا بكره في مدرسه ولا ما في مدرسه واحنا صغار، كنا نستنى اذاعه او نشره الاخبار على الاذاعه الراديو الساعه 8 ويحكوا لنا بكره في مدرسه ولا لا. فكان المستخدم كلياتنا كمستخدمين ما كانت في عندنا تكنولوجيا ولا كانت في عندنا معرفه ولا كان في عندنا ادوات انه ننشئ محتوى أو نرد على البراند. بعدين إجا عصر الإنترنت وتوفرت هذه الأدوات، فصار في عندنا تكنولوجيا، صار في عندنا فاكس، صار في عندنا إيميل وميل وشغلات تانية. فصار المستخدم بتحاور مع البراند، بس المشكلة هنا إنه كان الحوار من شخص إلى شخص، يعني بس بين الاثنين هذولا. فمثلا أنا إذا رحت على مطعم والمطعم هذا عجبتني الخدمة أو لم تعجبني الخدمة، فبدي أتواصل مع الإدارة. فلما أتواصل مع الإدارة ببعث فاكس أو إيميل،
وبحكي لهم عن تجربتي في المطار. فممكن الموظف اللي وصلته الفاكس او الايميل هذا ما تعجبه وممكن يمزحه ويكبها لانه ما في احد شاف الخطاب اللي بيني وبينه. هنا بتيجي قوة الاعلام الاجتماعي انه الخطاب لاول مرة يتم في الملأ في in public، الكل عم بشوف الخطاب اللي بين المستخدم والبراند. هاي اول ميزة لثورة الاعلام الاجتماعي. ثاني ميزة انه احنا كمستخدمين لاول مرة مش بس متلقين، اصبحنا منتجين للمحتوى، وهي مهمة جدا 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 انه الكل يفهم ايش يعني منتجين المحتوى. فانا معظم وقتي على الانترنت ما بقضيه في التعارف والترفيه والنكت والفيديو، في شغلات قيمة كثير انه انا ممكن استغلها واستخدم انا الاعلام الاجتماعي بما يفيدني، يفيد نفسي ويفيد عائلتي وقضيتي وبلدي. صار في مصطلح جديد اسمه UGC User Generated Content، المحتوى المنتج من المستخدم، وهذا المحتوى المنتج من المستخدم صار له مصداقية أحيانا تكون أكبر من مصداقية البراند. ففي أوقات كثيرة ممكن أنه المحتوى المنتج من المستخدم هو يكون الوسيلة الوحيدة للمعرفة. فمثلا مثال أنه لما كان مثلا في زلزال بنيويورك، صار بنيويورك، فالزلزال امتد لشمال أمريكا، بس الناس صار يشوفوا أنه على تويتر أنه في زلزال بنيويورك. فبحكي لك أنه صار يقرأوا التغريدة أنه في زلزال بنيويورك، قروها، وفجأة بعد 20 ثانية أو 30 ثانية عم بصير الزلزال، فحسوها، فقرأوا التغريدة قبل ما يحسوا بالزلزال. فبحكي لك أنه الزلزال أسرع، أنه التويتر أسرع من الزلزال. وشغلات أخرى، مرة مثلا كان بالحرب على العراق، لما أمريكا دخلت على العراق ب 2003 منعوا الصحافة الأجنبية تدخل على بغداد، فالصحافة الأجنبية بدها تعرف الأخبار إيش عم بصير جوا، فصار يدوروا قاموا لقوا في مدون عراقي شاب صغير بتطلع من شباك وبيحكي إنه في انفجار على شمالي وفي انفجار على يميني وبصور وبكتب. فهم صار يستخدموا المحتوى من المنتج من المستخدم هذا ويعلنوه على كبار المجلات والقنوات التلفزيون بالعالم، وصار هو المصدر الوحيد للمحتوى. هذه نقطة مهمة، فلازم اليوم طالع احنا لما نكون جزء من منتجين المحتوى على الإعلام الاجتماعي يكون عندنا حس بالمسؤولية ونعرف انه هذه أداة قيمة جدا وقوية، ممكن تأذينا ممكن تفيدنا. فهلا اهم شيء لما كل حدا يدخل على الإعلام الاجتماعي، كان شخص او مؤسسة، كان شخص او براند، انه يعرف انه في شغلة اسمها keyword، فلازم انا يكون عندي حس بالعالم الافتراضي. فكيف يكون عندي الحس هذا؟ يكون انا مثلا عندي ثلاث انواع كلمات مفتاحية. اول واحدة هي تكون الاسم التجاري، فانا مثلا كخالد الاحمد او كبراند او كشركة لازم اكون اعرف مين عم بحكي عني، اوكي، ومين عم بدور على خدماتي او منتجاتي. فلازم اكون انا اعمل رصد او جوجل للكلمات اللي تمثلني، بدور على مثلا اي جوجل خالد الاحمد او اسم الشركة وبشوف مين ايش في اخبار نزلت عني وكذلك. وبرضو لازم اعرف انا شو الناس اللي سبقوني بنفس مجال العمل زي المنافسون مثلا، ايش عملوا قصص نجاح او فشل ممكن اتعلم منها. واخر شيء مجال العمل تبعي برضو لازم انا اكون راصد ايش في كل اشي جديد عم بنزل في نطاق عملي، فلازم اعرف ايش احدث المقالات، احدث المعلومات اللي نزلت في مجال عملي على اساس اني اكون مطلع عليها في شكل يعني بشكل دائم. فهذه بعض الادوات اللي ممكن تساعدنا بالرصد للكيورد او للكلمات المفتاحية. اول اداة اللي هي جوجل اليرتس، هي اداة مجانية من جوجل، ممكن تروح هناك وتحط كلمة بالعربي او بالانجليزي
وبصير كل ما نزل خبر عنك بالإنترنت بالويب سايت أو بالمدونات بوصلك إيميل إنه انحكى عنك هون. فهذه مهمة جدا وهي مجانية. تاني واحدة في موقع اسمه topsy.com، وهنا بدور لك وزي جوجل سيرش بس بدور لك داخل منصات الإعلام الاجتماعي. فممكن تروح تدور هناك على كلمات مفتاحية معينة تخصك أو تخص مجال عملك أو منافسينك، وبطلع لك إيش نحكى عنهم أو عنك في منصات الإعلام الاجتماعي. في واحد مشابه لإله اسمه socialmention.com. فهدول أدوات مهمة جدا. هلا بوز سومو، انا عم بحكي بسرعه بالنسبه للادوات عشان ما فيش عندنا وقت كبير، بس ممكن ترجعوا للمحاضره وتاخذوا الادوات هذه وتجربوها لنفسكم. في عندنا بوز سومو. بوز سومو ممتاز جدا. ممكن تروح على الموقع هذا مجاني، بتحط اي كلمه مفتاحيه زي مثلا سوشيال ميديا مونيتورينج او سوشيال او غزه او فلسطين بالعربي او بالانجليزي، وبيعطيك المقالات التي تم نشرها عن طريق منصات الإعلام الاجتماعي حسب الأكثر ثم الأقل. هذه ممتاز. هذه بنعطيك مثلا المقالة هذه تم نشرها مثلا 3500 مرة على الفيسبوك، وعلى لينكدين 36 مرة، وعلى تويتر 900 مرة. فهذه البز سومو ممتاز جدا وأداة جديدة، بيعطيك أحدث المقالات من حيث عدد النشر، وكمان بيعطيك أكثر المؤثرين هي الانفلونسرز، أكثر الأشخاص الذين مهتمين بالكلمة هذه أو بالموضوع هذا. فإيش هم النشطاء الإعلام الاجتماعي؟ كيف بتقرر إنه هذا الشخص نشط مؤثر أم لا؟ أيام زمان كانوا بقرروا عن طريق عدد الفولوورز والفانز، بس لا، هلا أي واحد ممكن يروح يشتري مثلا 100 أو 150 ألف متابع على التويتر وبيحكي إن هذولا دليل على إني أنا مؤثر، ولكن هذا غير صحيح. هلا طلعوا أدوات كتير ممكن يساعدونا إنه يحكي لك إنه الشخص هذا مؤثر أو لا. مثلاً في أداة كلاوت اللي هي KLOUT.com. فهاي الأداة بتقيس 400 مقياس على كل شخص حسب نشاطه على منصات الإعلام الاجتماعي، وبتعطيه علامة من 100 وقديش هو نشط. فبتحكي لك هو 40 وفوق بتحكي إنه الشخص هذا نشط. في أدوات كثيرة بس أشهرهم هي. هلأ بنك المحتوى مهم جدا. إحنا كأشخاص كل يوم مثلا ما نروح ندور على مواقع إيش، لازم يكون كل شخص عنده مواقع معينة بيذهب إليها، يعني يفضل ما تكون إخبارية كثير. ففي مثلا مواقع عربية بدأت إنه ترجم مواقع نشطة أجنبية. فمثلا أراجيك زي ماشبل بترجم لك إيش في مواقع مثلا أو مقالات قوية تم نشرها بشكل كبير على وسائل الإعلام الاجتماعي. نفس الشيء عالم التقنية، نفس الشيء دمينة تك، نفس الشيء دي جي أربس رائج، وآخر واحد اللي هو أريبيا وذر هو عبارة عن موقع عن نشرة الأخبار الجوية فقط. فهلأ نعرف إيش المحتوى، كيف انه احنا لما ننزل محتوى انه ايش نوع ايش انواع المحتوى الفعاله، يعني انه ننزل شغله تخلي الناس تفاعلوا معنا بشكل اسرع او اكبر. في 13 نوع انواع المحتوى اللي هي فعاله اللي بتجذب الناس انهم يتفاعلوا معها. واحدة الاحصائيات، الكيس ستاديز اللي هي البحوث وقصص النجاح، المقالات التعليميه، قائمة أكثر أو أفضل أو أكبر اللي هي top 10 list، top 50 list مثلا، هاي عندنا بالدول العربية بيحبوها كتير، المقابلات الـ Q&A، interview اللي هي إجراء مقابلة مع شخص مختص. إيش كمان في عندنا؟ في عندنا الفيديوهات، السكرين شوت، الإحصائيات، infographics، والpresentation اللي هي سلايد شو، وشغلات تانية. فمثلا كتير بيجينا السؤال كم مرة لازم احنا ننزل باليوم على الفيسبوك وعلى تويتر وغيره. بحكي لك هو من دراسات انه على تويتر على الاقل 5 مرات باليوم، على الفيسبوك تقريبا من بوست لبوستين باليوم، وعلى لينكدين تقريبا واحدة باليوم.
في شغلة اسمها رزنامة المحتوى، هاي مهمة جدا، انه احنا كشركة لازم نكون مخططين بالضبط ايش بدنا ننزل بشكل يومي، كم مرة، اي ساعة، ايش نوع البوست. فلازم نكون عارفين انه في بوست حيكون له دخل بالشركة، بوست ملوش دخل بالشركة بس ايش عم بيحكي، مثلا ممكن يحكي عن التحية، مثلا صباح الخير، يحكي عن حكمة، مثلا يحكي عن مقالة وكذلك. فايش هي الادوات اللي ممكن تساعدنا في مجالنا بالاعلام الاجتماعي؟ عندك اول اشي ادارة حسابات متعددة من مكان واحد، هذه مهمة جدا للشركات اللي بتدير مثلا تويتر وفيسبوك، ممكن فيسبوك بروفايل، فيسبوك بيج وكذلك من مكان واحد. اول واحدة اللي هي هوت سويت بسموها .com، وثاني واحدة اللي هي بفر اب .com. هذول الاثنين كويسين، عندهم خدمة مجانية وخدمة مدفوعة، وانا بنصح انه تدفعوا بالنسبة للهوت سويت او للبفر اب، لانه الدفع ومع انه مش كتير، يعني اعتقد 9 دولارات بالشهر، بيعطيكم تقارير مهمة جدا لكم. ثاني انواع ادوات اللي هي ادوات قياس مدى تأثير الاشخاص على وسائل الاعلام الاجتماعي. حكينا عن cloud.com بيقيسوا تقريبا 400 مقياس لكل شخص. هلا طب 100 عرب صار موقع اشتغلت عليه انا وشاب بالزمانات، واحنا قمنا باضافة اكثر 5000 شخص مؤثر في الدول العربية، وممكن اي شخص يضيف نفسه. بعدين رتبناهم حسب معيارين، اول معيار حسب كلاود، حسب علامته بالكلاود من 100، وممكن اي شخص يدخل ويغير الترتيب حسب مثلا عدد المتابعين. وممكن تروح هناك تحكي انا بدي بس اشوف الناس ببلد معينة، مثلا بفلسطين، وشوف بس الناس الموجودين بفلسطين او بالاردن او بسوريا وكذلك. ادوات التصميم مهمة جدا. مثلا هلا ايام زمان الويب سايت بحكي لك لازم الصورة يكون حجمها تقريبا من 75 ل 100 كي بي، هلا على الاعلام الاجتماعي ممكن توصل ل 2 ام بي. فمهم جدا انه الكواليتي تبعت الصورة تكون عالية جدا، ولازم يعني يكون فيها ديزاين حلو كتير. فبعض الادوات اللي بتساعدنا اللي هي كانفا وبيك مونكي، هذولا ممكن يساعدونا انه نسوي ديزاين لصور ومقاييس معينة تليق بالفيسبوك او التويتر او الانستغرام وغيره. الهاشتاجز، وما ادراك ما الهاشتاجز. الهاشتاجز لهم تقارير، فمهم جدا لما انا يكون عندي مثلا ملتقى او ايفنت اسوي له هاشتاج فريد من نوعه، ما حدش استخدمه قبل هيك، واعلن عنه، فبصير كل تغريدات اللي طالعة من وعن الملتقى مثلا او الحدث تستخدم الهاشتاج هذا. فبصير انا ايش اقيس كم شخص استخدم الهاشتاج، كم تغريدة طلعت من الملتقى هذا، الوصول كم وصول وصل وكذلك. فمن الهاشتاج، قياس الهاشتاج، ممكن اعرف قديش انه الملتقى او الحدث كان كبير على وسائل الاعلام الاجتماعي. هلا بندخل شوي بتويتر، فبنتعرف ايش هو تويتر. تويتر احنا حكينا انه حنحكي عنه بطريقة يعني تبسيطية لانه مش الكل متواجد على تويتر. فتويتر اعتبره، يعني انا بعتبره من اهم منصات الاعلام الاجتماعي لانه اداة قوية جدا جدا. هلا الفيسبوك عندك اصحابك الاصدقاء والعائلة، ولكن تويتر هو عبارة عن العالم كله، فانت ممكن تحكي كلمة توصل لكل العالم. فاعتبر تويتر زي كأنه عندك مايكروفون وعم تحكي وكل العالم عم يسمعوك، لانه البوتنشل انه حدا يسمعك كبير جدا. وكمان ممكن انا عن طريق تويتر اتواصل مع اي شخص بالعالم، وممكن احكي انا بدي اتواصل مع مثلا اوبرا، او مثلا مع اوباما، او مثلا مع ملك مش عارف اي بلد. اذا هو متواجد على تويتر ببعث له تغريده وبسوي له منشن على اسمه وبوصله على الموبايل، حتى لو هو مش الشخص اللي بدير حسابه، بس بوصل على موبايله انه الشخص اجتك تغريده من الشخص الفلاني. فتويتر اداه قويه جدا على اساس دائما هيك. انا بحب اني احكي عن تويتر بشكل مبسط عشان الناس يفهموا ويحسوا بقيمته. اعتبر تويتر انك انت مثلا دخلت على مطعم، بحكي لك هاي هي القوة تبعته، او
تسمع في طاولات كثير، في طاولة عليها أشخاص، طاولة عليها شباب، طاولة عليها بزنس ميتينج، طاولة عليها عائلة. فلما تقعد على الكرسي تبعك هتسمع ضجة كبيرة، صوت صحون وسكاكين والجرسونية، وهتسمع أصوات العائلات والأولاد الصغار اللي بصيحوا، فمش هتفهم ولا إشي عم بصير. تويتر عبارة عن أداة تسمح لك إنك تمحي كل هالضجة هذه وتسمع كل معلومة من كل طاولة بوضوح. فممكن نمبر واحد، رقم واحد تستفيد منها، رقم اثنين ترد عليها، ورقم ثلاثة تعيد نشرها من طاولة إلى أخرى. هاي هي تويتر. فتويتر أنا بتبع ناس حسب اهتماماتي أنا، فبحكي أنا بدي أتبع ناس عندي بالبلد، ناس صحفيين، ناس كتاب معينين مثلا، ناس لهم دخل بالإعلام الاجتماعي، ناس مشاهير، وبصير أشوف أنا كل إشي بكتبوه بصير أشوفه أنا، وممكن أستفيد منه أتعلمه، ممكن أرد عليهم وأتفاعل معهم، ممكن أعيد نشره للناس الفولوورز تبعوني. فالفولوينج اللي الناس أنا بسوي لهم فولو، هذول بصيروا الناس اللي بسوي لهم فولو، فبشوف كل إشي بكتبوه، والفولوورز اللي هم الناس اللي بتبعوني بشوفوا كل إشي أنا بكتبه. فإذا مرات عجبتني شغلة من الفولوينج بعيد نشرها على أساس إنه الفولوورز يشوفوها. مراحل دخول إلى التويتر، أول واحدة بحكي لك إنه أنا اندينايل، يعني أنا مش فارقة معي شو بدي فيه، مش شايف القيمة تبعته، ليش أكتب على الفيسبوك الستاتس تبعي وأروح مرة تانية أكتبه على تويتر؟ فما في داعي، لأنه مش حاسب القيمة تبعته. رقم اثنين، المرحلة الثانية اللي هي أوكي، بعد ما بسمع بالراديو وبالتلفزيون وبالشغل بحكوا عن تويتر تويتر تويتر، بسجل فيه بس بعرف شو أكتب وبعرف مين ألحق، فبصير إنه اسمي مكتوب بس، فبس ما بستخدمه. فإحنا كتير منا قعد بالمرحلة رقم اثنين لفترة طويلة، أنا مثلا قعدت فيها لمدة 9 أشهر إنه مسجل فيه بس مش عارف شو أسوي فيه. المرحلة الثالثة اللي هو copy paste، أنا باخذ مقالات وبتعجبني المقالة بعدين بسوي لها copy paste عندي على تويتر، بعدين بصير الناس يتفاعلوا معي. مرحلة الرابعة، بعدين بالأخير بصير عندي إدمان، الله يبعدكم عن الإدمان. مهم جدا إنه لما نبدأ حسابنا على تويتر يكون يعني بطريقة جيدة مميزة جدا professional يعني. فالمهم الصورة، بحكي لك الصورة متواجدة على الفيسبوك بروفايل، على آسف على التويتر، انه تكون صورة زي صورة الجواز، صورة الراس فقط، ما تكون صورة بعيدة. الكفر فوتو حجمها 1500x500، فممكن تدور على اي كفر فوتو وتصورها وتحطها او تسوي لها ديزاين وتحطها. البايو اللي هي النبذة مهمة جدا، ولازم تكون keyword based، فما تكون جمل، تكون لا كلمات. هنا هاي الأخت هيلاري كلينتون كاتبة wife, mom, lawyer, woman and kids advocate، زوجة، أم، محامية، ومن أجل حقوق الأطفال والنساء. بعدين الرابط، إذا ما عندك موقع، مش كلنا عندنا موقع، ممكن تحط الرابط تبع الفيسبوك بروفايل تبعك. فإيش هي التغريدة؟ كانت التغريدة أول ما طلع تويتر كان عبارة مستخدم عن طريق الاسمس، ما كان عنده ويب انترفيس، فطول الرسالة بالاسمس 160 رمز، مش حرف، رمز. فتويتر لما دخل على الويب على الديسكتوب حكى احنا بنخلي 20 رمز للاسم و 140 رمز للرسالة، فطول التغريدة هلا قد ايه هو 140 رمز. بس بحكي لك من المستحب، من يعني تيبس انك تستعمل التويتر بطريقة فعالة، انه ما تستخدم ال 140 رمز كلهم، استخدم تقريبا 130 او اقل، على اساس انه تعطي للناس فرصة لما يسوي اعادة نشر لإلك يضيفوا التعليق تبعهم. هلا لما حدا يبعت تغريدة في عندك انت خيارات، اول خيار اللي هو على الشمال اسمه reply اللي هو الرد، لما تكبس reply بيطلع اسمه هو الشخص وبتكتب الرسالة، فهذا اسمه reply. فأنت عم بترد على تغريدة من شخص، تكتب اللي بدك.
الفرق بين الريبلاي والمنشن. الريبلاي بكون at واسمه بالأول، والمنشن بكون at اسمه بالنص أو بالأخير. طيب ليش لازم نعرف المعلومة هذه؟ لأنه بحكي لك إنه إذا كان reply فيسبوك حيحكي إنه الموضوع هذا شخصي بينك وبينه، مش خاص يعني شخصي، فأنا بس حبعت التغريدة هذه حخلي الوصول فقط لإلك وإله والأشخاص الفولورز يعني shared followers، الأشخاص اللي هم مشاركين متابعينك إلك وإله بنفس الوقت. فإذا كان عندي أنا 26,000 وعنده 3,000 مثلا، بس 500 بس يسووا فولو لإلي ولإله، الـ500 أنا وياه والـ500 بس اللي حيشوفوها. هاي إن كانت reply رد. أما إن كان شو اسمه mention، لا حيشوفوا كل 26,000 تبعوني وأنا وهو. فإذا حدا سألك شغلة بدك تجاوبه وبدك الموضوع مش الموضوع مش مهم يعني الموضوع شخصي، خلاص سوي reply. بس إذا كان الموضوع مهم وأنا عم بنقل شغلة أو رسالة مهمة، فبتأكد إنه ما يكون reply، ما يكون اسمه at خالد بالأول، بحطه اسمه at خالد بالنص أو بالأخير، أو بحط مثلا داش شخطة أو نقطة قبل اسمه. الريتويت عجبتني شغلة من أحد الفولورز اللي عندي، فبسوي ريتويت لهم على أساس اللي following me الفولورز المتابعين تبعوني يشوفوها. هلا الهاشتاج. الهاشتاج ايش هي الهاشتاج؟ الهاشتاج عبارة عن انه انا بصنف موضوع واحد في مكان واحد. فاذا احنا كلياتنا بغرفة او بجري او بالجامعة عم نحكي عن موضوع معين او بالملتقى اللي احنا هلأ فيه عم نحكي عن موضوع معين، فعلى اساس انه انا اتبع ايش صار بالملتقى، مين حكى ايش ومين بعت الصورة هذه، فما احنا كلياتنا مش مسوين فولو لبعض، فمش حعرف كيف ألاقيكم صح؟ فإحنا بنتفق كلياتنا على هاشتاج واحد، فكل واحد بيطلع أي محتوى من الملتقى هذا بيحط الهاشتاج اللي اتفقنا عليه. فلما أروح أنا على البيت مثلا بسوي سيرش على الهاشتاج بشوف كل الصور والتويتس والتغريدات اللي طلعت من الملتقى هذا. فإيش هم أنواع الهاشتاج؟ أول إشي المدينة أو البلد، فكل مرة لما أذكر اسم مدينة أو بلد بحط لها هاشتاج. فإذا حكيت صباح الخير يا عمان هيشوفوها كل الفولورز تبعوني أو معظم يعني نسبة معينة من الفولورز تبعوني، بس إذا حكيت صباح الخير يا هاشتاج عمان هيشوفوها نسبة من الفولورز تبعوني زائد أي شخص بدور على كلمة هاشتاج عمان أو ببحث. ثاني نوع اللي هو الملتقى أو المؤتمر أو التدريب، فممكن أنا مثلا في عندي مؤتمر مهم جدا على السوشيال ميديا بصير مرتين بالسنة، فبدل ما أروح أو أسافر هناك خلاص بعرف إيش الهاشتاج تبعه، مثلا زي مثلا ويبت 2014، ولما يصير بعرف أي وقت بصير، فبسوي سيرش على الهاشتاج بصير أشوف كل تغريدات والصور اللي عم تطلع من المؤتمر، فذكى اني قاعد هناك وبعرف كل المعلومات اللي طلعت منها. بعدين المبادرات الانيشيتيفز رقم 3، بتساعدك اذا عندك مبادرة مثلا بالاونلاين على منصات الاعلام الاجتماعي بتسوي لها هاشتاج معين فبتكبر، فبتساعدك انك تحولها لاوفلاين وبتساعدك انك تجذب ناس مهتمين بالمبادرة هذه. واخر شيء الميجر كيوردز، فاذا انا بحكي مثلا ميجر كيوردز زي التسويق زي الاعلام زي السياسة مثلا، فإذا بحكي عن أي موضوع فبحكي مثلا أنا عندي عم بسوي بحث عن موضوع التسويق مثلا أو عن أي إشي مثلا كلمات زي هيك، لما أحط لها هاشتاج التسويق بصير كل شخص بدور على كلمة التسويق ولا ببحث ولا مهتم فيها ولا بنزل مقالات عنها ممكن يشوف التغريدة تبعي ويتفاعل معي. الدايركت مسج اللي هي عبارة عن رسالة خاصة ما حد بشوفها بيني وبين شخص تاني على شرط انه اثنين مسوين احنا فولو للتاني. الفيفوريت اللي هي زي سيف او المفضلة او زي البوك مارك، فاذا انا شفت مثلا تغريدة حلوة عجبتني فيها رابط او فيها فيديو وما بقدر هلا اشوفها، اذا استناها بين ما روحت على البيت راح تختفي،
بس اذا حطيتها على الفيفوريت لما اروح على البيت بكبس على الفيفوريت بشوفها اول تغريده تستناني. القوائم مهمين جدا. انا مثلا لما يصير عندك انت متابعين كتار فحيصير في الاصدقاء والاقارب والتبعون السياسه وتبعون الاقتصاد تبعون التصوير كلهم عم بيحكوا مع بعض، فممكن تحكي انا لا بديش هالضجه هذه كلها، انا ممكن اسوي قائمه. فبسوي قائمه بحكي هاي القائمه لجماعه السوشيال ميديا، هاي القائمه لجماعه غزه، هاي القائمه لجماعه عمان، وبصير هيك عندي تصفيه وبصير انا بتبع القوائم اللي انا سويتها بمجال معين، وبصير اسهل لإلي اني اقرا التغريدات. ممكن القائمه تكون public او private، تكون خاصه ما حد يشوفها الا انا، تكون public الناس تانيين يشوفوها. وهيك خلصنا اللي هو تويتر، وبنصح كل واحد يروح هلا يسوي حساب على تويتر، يحط طلع له يوزر نيم، يحط صوره منيحه، يحط كفر فوتو، يحط نبذه عنه، ويبدا بالتغريدات ويبدا يتابع ناس. وبنصح اولها دور على شخص نشط عندكم مثلا، والشخص هذا النشط ممكن تشوف مين الفولوينج تبعونه تتبعهم. هلا التويتر مو زي الفيسبوك، تويتر ممكن اي شخص يتبعك يعني، وهدول الفولوورز تبعونك مش تبعونك يعني، فممكن اي واحد يجي ويشوف مين هم ويتبعهم، فالموضوع عادي مش سرقه ولا شيء، تخافوش. هلا بنحكي عن بعض المحتوى اللي كيف ممكن تستغلوه بطريقه معينه على اساس انه تطلعوا صوت لقضيتكم برا، قضيتنا كلياتنا ان شاء الله. مثلا هلا يوم ما كان في مباراه بين البرازيل والمانيا كاس العالم، كان قصف غزه شغال، فانا شو سويت؟ استغليت الهاشتاج العالمي وحكيت انه نتيجه المباراه تبعت برازيل والمانيا 177 جريح فلسطيني و17 شهيد فلسطيني، استعملت الهاشتاج تبع غزه انذر. فهيك انا صرت اعرف كيف اني استغل انتاج محتوى بطريقه معينه لانه يوصل لناس اكثر، وبما يخدم قضيتنا ان شاء الله. بعدين صرت احط صور من غزه بس احط عليها عبارات اجنبيه بتهمها الغرب، يعني زي I will survive، هذه اغنيه قديمه والكل فاهم ايش هي، بس العباره هذه تليق بالصوره هذه، فهذه برضو عطت نتيجه انه الناس يتفاعلوا معها اكثر. تركيز على عامل مشترك اللي هو الطفوله والتعليم، هاي الصوره حاضت على ريتويت بشكل كبير جدا لانه صوره معبره جدا. برضو ممكن انه الواحد يشارك باحصائيات مهمه، هذه بتشجع الناس يتفاعلوا معك وتخلي الوصول لناس اكثر بطريقه اكبر. اعاده نشر محتوى عالمي عن قضيتك، هلا في كان جدال، في واحد حكى شغله، مذيع امريكي حكى شغله يعني سلبيه، بس في واحد رد عليه بطريقه ذكيه جدا فعجبتني هذه، فاعاده نشرها برضو بتشجع انه الناس يتفاعلوا معك بشكل كبير. ومهم جدا احنا نعرف نستغل الاعلام الاجتماعي المحتوى بطريقه معينه، بحيث انه بطريقه يعني ذكيه، بحيث انه يعطينا وصول اعلى بكثير. من قصص النجاح مثلا في حساب اليتيمه على الانستغرام، بتصور عن القدس، حسابها جدا فعال وقوي وله وصول عالي جدا. برضو كمان حساب فرح على تويتر ايام الغزو على غزة، وكان إلها قصة نجاح كبيرة وصلت ل 200 ألف متابع، الطفلة كان عمرها 16 سنة. شكرا جزيلا. ممكن تواصلوا معي، أنا الرقم اسم الموقع تبعي digiarabs.com، البرزنتيشن موجودة على الموقع هذا slideshare.net/klahmad، وأنا متواجد على الفيسبوك وعلى تويتر تحت اليوزر نيم شو اسمه. شكرا، يعطيكم الف عافيه. السلام عليكم.